نجحت وزارة الكهرباء في توفير كامل احتياجات السوق المحلية من الكهرباء بعد الانتهاء من ربط عدد من محطات الكهرباء الجديدة والقضاء على الفجوة بين الانتاج والاستهلاك. المزيد في التقرير. نجحت وزارة الكهرباء في التصدي لأزمة النقص الحاد في مصادر إنتاج الطاقة، وهو الأمر الذي أدركته القيادة السياسية مبكراً لتحقيق خطة النهوض الشامل بقطاع الطاقة. وعملت الحكومة بكل قوة على حل تلك المشكلة من خلال عدد من الخطط العاجلة والمستقبلية للتوسع في إنتاج الكهرباء. نحو 515 مليار جنيه استثمارات خصصت لإنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القديمة وإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة، مع البدء في تنفيذ مشروع محطة الضبع النووية لإنتاج الطاقة الكهربية والتوسع في إنتاج الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة من الرياح. ونجحت جهود الدولة خلال العامين الماضيين في إنشاء العديد من محطات الكهرباء الجديدة التي أضافت للشبكة القومية خلال الفترة الماضية 6000 ميجاوات، وهو ما يساوي 3 أمثال الطاقة الكهربية المولدة من السد العالي، فضلا عن مشروعات رفع قدرة عدد من المحطات التي تعمل بنظام الدورة البسيطة وتحويلها للعمل بنظام الدورة المركبة، وتوسيع 13 مليون لمبة من نوع LED لتوفير استهلاك الكهرباء. واستطاعت وزارة الكهرباء تلبية الطلب المتنامي للطاقة بالسوق المحلي، بحيث بلغ إجمالي الاستهلاك أكثر من 30 ألف ميجاوات دون انقطاعات في التيار الكهربائي، بعد أن عانت مصر من نقص في توفير الطاقة الكهربائية خلال السنوات الماضية، بحيث وصل العجز في إنتاج الكهرباء خلال عام 2014 ل6000 ميجاوات. وتم توقيع عقد مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء 3 محطات كهرباء بإجمالي طاقة 14400 ميجاوات باستثمارات 6 مليارات يورو في مناطق العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرولوس، ينتظر دخولها تباعا في منظومة الشبكة القومية، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج ريش التوربينات لتوليد طاقة الرياح بطاقة 2000 ميجاوات لمواجهة التوسعات السكانية ومشروعات التنمية المستقبلية.